أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت فيها الجلسات العامة للحوار الوطني قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب وعدد من الخبراء والمتخصصين. وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم دعوة إليها الأربعاء القادم لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه. وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجرى حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء ليقرر فيها ما يرى، وذلك على النحو التالي: أولا، المحور السياسي لجنة المحليات مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة و 25% بالقائمة النسبية المنقوصة. وثانيا، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية اقترحها وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار. الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و 50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و 25% بالنظام القائمة المطلقة و 25% بالنظام القائمة النسبية. ثالثا، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي مشروع قانون التعاونيات الموحد وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي. ثانيا، المحور المجتمعي لجنة الصحة نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مقترح مشروع قانون الوصاية على المال، لجنة التعليم مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم وتوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، لجنة الشباب توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، لجنة الثقافة والهوية الوطنية مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية. ثالثا، المحور الاقتصادي لجنة الاستثمار الخاص توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، لجنة الزراعة والأمن الغذائي توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، لجنة السياحة توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة وتحفيز الاستثمار السياحي، لجنة الصناعة مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديان القصير والمتوسط مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية. هذا وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته بأنه بهذا تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية. ولمزيد من المتابعة حول بيان الحوار الوطني ينضم إلينا الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني. أستاذ ضياء، أهلا بك في هذه الساعة الإخبارية.
اهلا استاذ شاهين واهلا بمشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك، يعني ما هي اهم اللجان والموضوعات التي يتم تجهيزها الان؟ يعني سمعنا يعني لجان هامه كثيره يعني تخص المجتمع المدني والزراعه والصناعه وتشريعات سياسيه، اهم اللجان. الحقيقه حضرتك كما قراتي في البيان والساده المشاهدين تابعوا معاكي، والرقم الاحصائي الاخير احنا في 13 لجنه من 19 أنه عدد كبير جدا من القضايا والمقترحات والتوصيات الخاصة بشأنها. هي الحوار الوطني لا يضع أهمية فأقل أهمية. الحوار الوطني بيناقش كل القضايا بنفس الدرجة من الاهتمام. السادة المشاركين في الحوار أبدوا هذا الاهتمام في الجلسات العامة، وهنا فرصة عشان أؤكد على شيء مهم، إن كل ما دار في الجلسات المتخصصة لجان إعداد المقترحات والتوصيات هو نتاج لما جرى في الحوار العام امام جمهور مصر كله. الجلسات اللي بتستغرق كانت الجلسه حوالي 4 ساعات الجلسه الواحده، كل ما نوقش فيها صب في النهايه في لجان اعداد المقترحات والتوصيات. وبالتالي هذه الاراء، هذه المقترحات، هذه الافكار ليست من بنات فكر احد بعينه ولا تيار بعينه ولا اتجاه بعينه. هي حصاد لحاله الحوار. حاله الحوار انتجت ده. وحالة الحوار لا تضع أهمية لموضوع عن آخر، ليه؟ لأنه الأولويات العمل الوطني البلد كلها فئات، البلد كلها ناس لها مصالح، البلد كلها قطاعات، فكل قطاع سيجد في هذه المقترحات والتوصيات اللي خلصت. ولسه على فكرة بس أؤكد، الحوار الوطني لم ينتهي بعد. الحوار الوطني لا زال لديه جلسات علنية أخرى ستعقد قريباً، وسيعقبها جلسات اعداد اقتراحات وتوصيات ايضا ستلخص ما قيل وتقترح ما يتم التوافق حوله. النقطه المهمه اللي لازم اقولها وحضرتك واضح قدامك، الغالبيه الساحقه من هذه المقترحات ناقشت، طبعا لن يكون لي حق اعلانها الا بعد قرار مجلس الامناء ليها، حظت بتوافق كبير جدا. والاقتراح او الاثنين، احنا اشرنا لاقتراح واحد ما فيش فيه توافق، اللي هو الخاص بالنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، وعرضناه كما لدينا وسيرفع لمجلس الامناء كما هو في البيان. ومجلس الامناء هو صاحب قراره، لكنه على الارجح لن يتجاوز اقتراح من الثلاثه، وبالتالي سيرفع للسيد رئيس الجمهوريه حتى المختلف. طب أستاذ ضياء، نتحدث عن حوار وطني يتسع للجميع، هل واجهتم أي يعني مش هنقول مشكلة ولكن توافق في أحد اللجان، ولكن مثلا نقاط خلاف في أحد اللجان في أحد المحاور؟ أستاذ شاهين، ده الحوار هو حالة بين أشخاص، مش مع واحد مع نفسه. اللي مع نفسه ده يبقى مونولوج، راجل بيحادث نفسه يصمت ويهمس وبالتالي مش هيختلف مع نفسه. إنما الحوار هو أصلا مصطلح بين مختلفين. السيد رئيس الجمهورية لما أطلق الحوار حطه تحت شعار كبير أن الاختلاف في الرأي لا يفسد وطقة، وبالتالي الحوار في الأصل بين مختلفين. ميزة الحوار الوطني الحالية أنه خلق حالة، مش بس لجان اللي شايفة حضرتك يعني عناوين لمخرجاتها، الحالة هي أنه أن يكون هناك مختلفين متفقين على أن يتحاوروا. الاختلاف في نوعية القضايا، الاتفاق على أن الحوار هو السبيل بالتفاهم حولها. تحت امل في بعض القضايا توافق، ودي معظم القضايا للامل، معظم القضايا فيها توافق. عدد من القضايا لا، ما فيهاش توافق. طبيعي ان يكون هناك اراء مختلفه، وطبيعي اكثر، وده لائحه مجلس الامناء اقرته، الا نصوت على اراء. ما فيش اغلبيه واقليه. الاراء كلها تبلور طالما هي دستوريه وقابله للتنفيذ، سواء كانت مقترح تشريعي او قرار تنفيذي، كلها المختلفه للساده المقررين واللجان المصغره بتصوغها مجلس الامناء بينظر اليها ثم يرفعها بعد يعني اقرارها السيد رئيس الجمهوريه، والسيد رئيس الجمهوريه هيبقى قدامه في بعض القضايا، وده عدد قليل، عدد من الاقتراحات السيد الرئيس هيختار ما بينها بعد الدراسه وبعد ما يرى من يعني تصورها. بالتاكيد ده الاستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.